أحلى من حيمثلني صراحة. شوفوا بنات، والله العظيم الماسك خرافي، حتدمنوه مرة سهل. من الأشياء المتوفرة عندكم ثلاثة أشياء: ملعقة زبادي، ظرف شاي أخضر، ونشا، وملعقة نشا. أنا أوريدي حطيت الشاي الأخضر والنشا، نحط اللبن. يلا حطي ملعقة لبن، حطي النشا وتخليه في وجهك لمدة 20 دقيقة. وبعدها شوفي كيف وجهك يلقلق والميك اب قطها. عشر دقائق يعني عشان احنا مستعجلين عندنا رك. نعم.